املأ قلبك بحب رسول الله في ذكرى مولده. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي قلبك يتملي بحب النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتحب رسول الله؟ انت قلبك مليان بمحبة رسول الله؟ حديثين جمال جدا يخلوك عايز تصلي على النبي طول ما انت قاعد، طول ما انت موجود بتصلي على النبي. الحديث الاولاني بيقول: ما من رجل او امرأة طبعا يصلي ويسلم علي الا رد الله علي روحي فارد عليه السلام. انت تقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، السلام عليك يا رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يرد عليك السلام، وعليك السلام يا فلان، وعليك السلام يا فلانة. أما الحديث الثاني الجميل جدا: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10. صلاة الله عليك يعني إيه؟ ينزل عليك 10 رحمات. أنت تقول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، يقوم ربنا منزل عليك بالصلاة الواحدة على النبي 10 رحمات من الله. ده احنا بنقعد نقول: يا رب ارحمنا. طب لو صليت عليه 10 ينزل عليك 100 رحمة. طب لو صليت عليه 100 ينزل عليك 1000 رحمة. رحمات من السماوات تغمرك وتغمر حياتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلتنا بالنبي قوية جدا وعميقة جدا، مش بس في يوم مولده. يوم مولده بيقوي الذكرى وبيقوي المحبة، بس احنا محتاجين نفكر فيه لأنه هو عمره ما نسانا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعمالكم تعرض علي كل يوم خميس، فما كان فيها من خير حمدت الله، وما كان فيها من شر استغفرت لكم الله. النبي عرفنا بأسمائنا وعرف أعمالنا كل يوم خميس بتتعرض عليه، عشان كده بنكثر من الصلاة عليه يوم الخميس. كتر من الصلاة على النبي. املأ قلبك بحب النبي صلى الله عليه وسلم. قول أي صيغة، قول الصيغة بتاعت الصلاة الإبراهيمية اللي بنقولها في ختام الصلاة، أو قول: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قولها كتير، املأ قلبك. هي دي الصلاة على النبي مهم، لأنها بتفكرك بيه فيتملي عقلك الباطن بمحبته ورغبتك إنك عايز تقلده. عشان كده ربنا قال لنا: صلوا عليه وسلموا تسليما، عشان هو النموذج الكامل للأخلاق. كل ما بتصلي عليه، أنا عمري ما فهمت أنا ليه بصلي على النبي، عشان تقلده، عشان عقلك الباطن يقول أنا عايز أبقى زيه، عشان قلبك هيحبه بكثرة الصلاة عليه. صلوا على النبي تاخدوا ثواب، تحبوه، والحاجة الثالثة والأهم تقلدوه في أخلاقه. اللهم صل وسلم وبارك على النبي. اللهم اجمعنا مع النبي في الجنة. اللهم فرح بنا النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم اكتبنا رفقاء النبي في الجنة. اللهم اجعلنا على خطى وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. آمين آمين. كل سنة طيبين، وربنا يجمعنا مع النبي وهو راضي عننا. يا رب املأ قلوبنا بحب رسول الله. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.